خطير خطير عقوبته تي راك تقدي حالا تجبر الشيء عدل لك لكن عينك عليه يا غير تواب ولا تعود خطيره عليك عاجلا ام اجلا نختارهم يعودوا في مرحله من الوعي الماثله ذاك النوع يصطادهم على انهم يتموا دائما يبحثوا عن مصدر مؤتمن يقبضوا منه حاجياتهم يسوص منهم ما معينهم شخص عن شخص. شنو هي النصيحه اللي تقدمي للنساء من اجل الشعر الصحي؟ نختار النساء قابلات اقبال شديد على ذي الحنه. هذا قاع هذا الشيء يجيك يوميا قابلات على ذي الحنه كعلاج. الراس افضل شيء يجبره. الحنه تقد تعود علاج على فترات طويله يقبل حد منها وقت معين ربع ساعه والله ذاك من اجل تغير بها لون والله علاج وداير معاها مواد اخرى. يالطو دائما تكثري للراس دائما تعدلي له حمام راس من زيوت زينه في الراس في المنزل بالنسبه اللي متوفر لك. واذا عدتي عندك مستوى اعلى من ذاك تبقي تخلطيه معاه نمشي نبحث عن شامبون زين الراسي ونبحث عن حمام راس بيندوي الراسي ونبحث عن كريم يلعت من الخلق اللي يدهن روسه نبحث عن كريم أم اللي آمن طبيا لين تقبضي مسلك طبي دور تجبري شي يوافقك به اللي فيه ياسر لأنواع الشعر ما تجبري منه قايتك. ولين نعود ندور خلطات في الدار نبدأ الراسي أولا بعد قاع هو إذا تريد نصق له بشي سليم شامبوين سليم ماركة مؤتمنة ما هي مزورة نبحث عنها كاتبها لي طبيب والله قابضها من الصيدلية والله قابضها من عند خبير التجميل الى جيتها مولي لا يتصدقني فيها ونقبل زيوت خاصين اي زيوت عندي نعدل منهم حمام الراسي قبل صقيله في البيت. مشاهدي الكرام في نهايه هذه الحلقه من جمالك التي خصصناها للحمامات وتصفيف الشعر نشكر عالم ياسمين وصاحبته السيده لطيفه من تعمر والى حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي جمالك. هذه تحياتي لوزن متفلدمه والى اللقاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله المستعان وبه ثقتي. هذه الحلقة السادسة من قراءة كتاب الذي يتناول موضوعها الفقه سؤال وجواب الذي يتناول فيها مثلا سؤال وجواب من كتاب الورقات الفقهية الذي نتناول المواضيع مثلا اللي ما تناولناها في الحلقة الماضية. أولا نبدأ بأحكام الإسلام. كم هي أحكام الإسلام؟ أحكام الإسلام خمسة وعليها تدور أعمال المكلف. المكلف هو العاقل البالغ سليم الحواس الذي بلغته الدعوة. ما هو الواجب؟ هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه كالصلوات الخمس وبر الوالدين وغير ونحو ذلك من الواجبات. ما هو المندوب؟ المندوب كنافلة الظهر مثلا. وما هي خاصيته؟ خاصيته الثواب على الفعل بنية الامتثال وعدم العقوبة والذم على الترك. ما هو الحرام؟ الحرام نعوذ بالله كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات. ما هي خاصيته؟ خاصيته الذم والعقاب على فعله إلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى والثواب في تركه امتثالا. ما هو المكروه؟ المكروه كأكل لحم السباع وغير ذلك من المكروهات. وخاصيته الثواب. ما هي خاصيته؟ خاصيته الثواب على تركه امتثالا وعدم العقاب والذم في فعله. ما هو المباح؟ المباح هو الذي ليس في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب كأكل لحم الضأن مثلا
ولبس مثلا لبس الباس في الكتان وغير ذلك من المباحات. بارك الله نتكلم على الطهارة لغة واصطلاحا، نتكلم على الطهارة طهارة الحدث وطهارة الخبث. بارك الله نتكلم على الماء المطلق. الماء المطلق حده خليل بقوله وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيدين أي لازم، فخرج ماء الورد وماء الريحان. وحده ابن عرفة بقوله هو الباقي على أصل خلقته غير مستخرج من نبات ولا حيوان. ويشمل المطلق ماء البحر وماء الآبار وماء السحاب وماء الندى اللي هي ترمايد والذائب بعدما كان جامدا كالثلج. ايوه والماء المطلق من الى اللي تنجس مثلا ببول مثلا ما يستعمل لا في العاده ولا في العباده، لا في العاده مثلا كغسل ثوب مثلا، ولا في العباده كيف الوضوء مثلا. واذا تغير بطاهر ملازم له استعمل في العاده والعباده، والى اللي تغير بغير ملازم له استعمل في العاده دون العباده. تنبيه ولا يضر الماء تغيره باجزاء الارض كالمغرة بفتح الميم اللي هي الطين اللي هي الحمير اللي هي الطين الاحمر، وكسائل المعادن وبما تولد منه كالطحلب اي الخضرة التي تعلو على الماء، او بطول مكثه، او بما يعصر الاحتراز منه كورق الشجر والتبن اي النخالة اللي هو النخالة. ما يكره استعماله من الماء مع وجود غيره. ومكروه قال لك ماء مستعمل في حدث والله حلت به نجاسة لم تغيره والله ولغى فيه كلب وحرك فيه لسانه. ومكروه الاغتسال بالماء الراكد، ومكروه سوء الرسال بخمر، وكره ماء مشمس بقطر حار كيف الحجاز مثلا. هو تكلمنا مثلا على الوضوء وتعريفه وفرائض، وذلك نتكلم على السنن. سنن وثمانية هي غسل اليدين إلى الكوعين، اثنين المضمضة، ثلاثة الاستنشاق، أربعة الاستنثار، خامسا رد مسح الراس، سادسا مسح الاذنين، سابعا تهديد الماء لهما، ثامنا ترتيب فرائضه. كم عدد مندوباته وما هي؟ قال 11 هي 12. واحد البقعة الطاهرة، اثنين استقبال القبلة، ثلاثة تسمية بأن يقول بسم الله، الرابع تقليل الماء بلا حد، الخامس تقديم الأعضاء اليمنى على اليسرى، السادس جعل الإناء المفتوح على اليمين، السابع البدء بمقدم الأعضاء، الثامن الغسلة الثانية، التاسع الغسلة الثالثة حتى في الرجلين. وهي الرجلان كذلك قال خليل والمطلوب الإنقاء، وهل تكره الرابعة أو تمنع خلافه. العاشرة ترتيب السنن في أنفسها، 11 السواك ولو بإصبع، 12 تخليل أصابع القدمين، قال بعضهم خلل أصابع اليدين من علو والرجل من أسفلها تخلل. خامسا كم عدد مكروهاته؟ أيوة فترة تكلمنا عليها. ولكن نتكلم على شروطه. شروط الوضوء، عنده شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا. أولا ما هي شروط وجوب الوضوء؟ شروط وجوب خمسة: واحد البلوغ، اثنين دخول الوقت، ثلاثة حصول الناقض، الرابع عدم الإكراه على تركه، الخامس القدرة على الوضوء. ما هي شروط صحته؟ شروط صحة الوضوء ثلاثة: الإسلام، عدم الحائل على الوجه والكفين كالشمع ونحوه، عدم الثالث عدم المنافقة وخروج الريح مثلا. ما هي شروط وجوبه وصحته؟ شروط وجوب صحة الوضوء مثلا خمسة: واحد العقل، اثنين بلوغ الدعوة، ثلاثة الخلو من الحيض والنفاس، الرابع عدم النوم والغفلة، الخامس وجود ما يكفي من الماء المطلق. ايوا هنا نتكلموا درك على تقريبا اللي هنا نتكلموا على الغسل مثلا، اللي نتكلموا على الغسل في تنجب مثلا فرائضه، ودرك هنا نتكلموا على سننه. سننه مثلا خمسة وهي غسل اليدين إلى الكوعين، اثنين المضمضة، ثلاثة الاستنشاق، الرابع الاستنثار، الخامس مسح الصماخ. ما هو الصماخ؟ هو الثقب الداخل في الرأس. هي وله نتكلم على عدد مندوباته وما هي. هي عدد مندوبات الوضوء مثلا متقدمة بالزيادة مثلا، زاد عليها أربع مسائل مثلا: البدء بإزالة النجاسة
يغسل مثلا مثلا فم النجاسة ويغسل ذكره وينوى عنده ويغسل مثلا ويخلي وصول الشعر ويغسل الرأس ثلاثة. ما هي مثلا أسبابه اللي هو موجباته؟ هي ستة: واحد خروج المني بنوم مطلقا ولياقظة مع لذة معتادة، اثنين الشك في الخارج في النوم يمنيون مذيون، الثالث انقطاع دم حيض النفاس، الرابع مغيب سميع الحشفة أي رأس الذكري أو قدرها في فرج مطيق ومن بهيمة وموت، الخامس الدخول في الإسلام، السادس الموت. وشروط هي شروط الوضوء المتقدمة بأقسام الثلاث عشرة. نظرك له يتكلم لك على تنبيه مهم: المغتسل عليه أن يتعاهد سارير تكاميس جبهته وطيات البطن والسرة وتكاميس الدبر، فيجب الاسترخاء وإلا بطل الغسل، وكذا كل ما غار وكان غسله لا داخل الفم والأنف والعين والصماخ. قال ابن عاشر: تابعي الخفية مثل الركبتين والرفخة وبين اليدين، وصل مع صورة بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. وله يتكلم لك على التيمم، يتكلم لك على مثلا تعريفه وفرائضه، ذاك له يتكلم لك على سننه. سننه اللي هو سننه أربعة: ترتيبه فإن كسى عاد اليدين قرب الوقت، اثنين الضرب الثاني لليديه، الثالث المسح إلى المرفقين، الرابع مثلا نقل أثر أثر مثلا الضرب من الغبار إلى العضو الممسوح به، لا يمسح على شيء فإن مسح مثلا الوجه واليدين بأن مثلا يمسح الوجه واليدين. الرابع مثلا عدد مندوباته هي أربعة: التسمية، اثنين الصمت لا عن ذكر الله تعالى، ثالث استقبال القبلة، صفته الحميدة وهي بدء بظاهر يمناه إلى المرفق ثم مسح الباطن لآخر الأصابع. أيوة له يتكلم لك، له نتكلم وراك على تقريبا، له نتكلم على مثلا العجز مثلا عن القيام مثلا، وبعده مثلا نتكلم على قضايا الفوائد. فصل في عجزي عن القيام: علم أخي أن المكلف مخاطب بأداء الصلاة على أي حال كان ما دام بعقله، ولا تسقط عنه الصلاة إذا عجز عن حالة من أحوالها، بل إذا عجز عن حالة نقله الشرع إلى حالة أخرى، ويطلب مثلا يطلب منه أن يؤدي الصلاة على هذه الحالة ولا يكون ذلك خلل في صلاته. فإذا مثلا لم يقدر الشخص على القيام في الفرض استقلالا أو خاف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء، يستند مثلا لغير حائض وجنوب كحائط وعمود مثلا ومنبر ومثلا وحبل في سقف، فإن مثلا إلى اللي تعذر مثلا يديه ذاك يجلس مستقلا وجوبا وإلا فمستندا يسند، وتربع في محل القيام كما يتربع المتنفل، فإن لم يقدر على شق، فإن لم يقدر مثلا يصلي على شق أيمن معناها زر العربي، ورياك على زر العسري، ورياك على ظهره، ورياك ورجلاه إلى القبلة، فإن لم يقدر مثلا يصلي على بطنه ورأسه للقبلة ووجه رأسه للقبلة. ومن قدر على القيام والجلوس أو ماء يوم للركوع من القيام والسجود من الجلوس، وحد يعجز عن جميع الأركان أتى بالنية بأن ينوي مثلا الدخول في الصلاة ويستحضرها، فإن قدر على السلام أتى به، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها بما قدر عليه ما دام في عقله. تنبيه: وصلاة النفل تجوز من قيام ومن جلوس وركعة من قيام وركعة من جلوس. قال خليل: ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام لدى اضطجاع وإن أولت. ولا يتكلم أكون على قضاء الفوائد: يجب قضاء ما في ذمته من الصلوات فورا وعليه، فلا يفعل مثلا إلا ما لا بد منه كقوته مثلا وقوت عياله واستراحة بدنه وتعليم العلم المتعين مثلا وتمريض وإشراف قريب وتمريض قريب وإشراف قريب مثلا ونحوه على الموت. أما العلم غير المتعين فنظر فيه أبو الحسن، وقيل يجب القضاء على التراخي وعليه، فلو صلى كل يوم عشر صلوات فليس بمفرط. ويجب كذلك قضاء الفوائد سواء تركت عمدا أو سهوا
أو جهلا وتقضى في كل وقت من ليل ونهار، ولو كان الإمام يخطب في الجمعة ويقضيها على نحو ما فاتته من سر أو سهر، وإن فاتته سفرية قضاها كذلك، وإن في الحضر وإن فاتته حضرية قضاها حضرية ولو في السفر، وإن تركها في مرضه وقضاها في صحته فليقضها قائما، وإن تركها وهو صحيح وقضاها في مرضه فليقضها بقدر طاقته من قيام أو جلوس، ويجب أيضا وجوبا شرطا إن ذكر وقدر الترتيب حاضرتين مشتركتين الوقت وهما الظهران والعشاءان، فتبطل الصلاة الثانية بتذكر الصلاة الأولى فيها، فإن ضاق الوقت اختص بالثانية، ويجب أيضا وجوبا على شرط ترتيب الفوائد في أنفسها، فمن نكس صحت صلاته لمن تعمد، ولا يعيد المنكس، وتقديم يسير الفوائد على الصلاة الحاضرة واجب على شرط أيضا، واليسير منها خمس فأقل، والكثير ستة فأكثر، فإن خالف وقدم الحاضرة صحت الحاضرة لمن تعمد، وأعاد الحاضرة ندبا، ولو في كل وقت ضروري ويجوز القضاء في كل وقت، ولا يتنفل من عليه القضاء، ولا يجوز له إلا السنن كالوتر والعيد والكسوف والاستسقاء وكالشفع والوتر والرغيبة والورد مثلا من الصلاة قبل الصبح، فإن ثقل مثلا الهيبة من وجهه. تنبيه ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه الشك، قال بعضهم الوهم في فائتة وحدث والغاء كلا في سنة وخبث. ايوه لهي تكلم لك قارك مثلا على السهو ومدرك السهو، قال لك عنه مثلا اولا مدرك السهو انه صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وقام واحرم لباقي صلاته، فاخذ منه ان الفريضه لا تجبر لثقلها، وثبت انه صلى الله عليه وسلم ترك الايه والايتين من السوره ولم يسجد ولم يرسل، فاخذ منه ان الفضيله لا تجبر لخفتها، وثبت انه صلى الله عليه وسلم قام لخامسه في الظهر والعصر فاتى بها وسجد بعد السلام، فاخذ منه ان الزياده يسجد لها بعد السلام ترغيما لأنف الشيطان، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس الأول ولم يرشد وسجد قبل السلام، فأخذ منه أن النقص يسجد له قبل السلام، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته مثل لا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليأتي بركعة ويسجد بعد السلام، سجد بعد السلام فأخذ منه أن النقص، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأخذ منه أن النقص تحقيقا وشكا واحد، ولله ضر قول بعضهم يا سائلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يسهى ويستهو في كل قلب غاف الله قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله في التعظيم لله، يا سائلا عن رسول الله كيف سهى واستهوى في كل قلب غاف الله قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله بالتعظيم لله. تنبيه هنا التقرب مثلا الى الله سبحانه بالصلاه المرقعه، علم ان التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالصلاه المرقعه اولى من الاعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها، والاقتصار عليها أيضا بعد الترقيع أولى من إعادتها، فإنها منهاجه صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه والسلف الصالح رضي الله عنهم، والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع، وأولى هنا بمعنى الواجب لأن قطع العبادة ممنوع. وكذلك ملي مثلا ما هي مثلا المواضع التي يستجيب فيها الإمام المأموم، هي أربعة وقيل خمسة، قال بعضهم مساجين الإمام فيما اشتهر أربعة من للركوع كبرا ونسج الإحرام أو من ذكر صلاة أو وترا كيضحك سرا، وذيله بعضهم بقوله والنفخ عمدا ذاك الحق به ذكره الحطاب أيضا فانتبه. ما هي المواضع التي يستشهد فيها الماموم لما بالعكس مثل عكس هيك اللي قبي يستشهدها في موضعين، قال بعضهم ان الامام ارى الماموم يستشهده
في موضعين كما علامنا شرع في عزي حيث ملمام قدمه فعزله عنهم وإذاك ممتنعه كذلك كذاك في الضحك مع رب بقهقات حتى يذوق رجال مر ما صنعوا. ما هي المستثنيات؟ قال محمد بن عبيد رحمه الله تعالى: وكل ما على الإمام قد بطل يبطل على مامومه وإن حصل إلا لدى نسيان أو سبق الحدث وما بخوف بعد الأولى قد حدث. كذاك من لم ينوي استخلافا ومن على نفس أو مال خافا ذكر سقوط نجس وذكره وترك سجدة مكشف العورة إن فارقوه وكذكر سقوط نجس وذكره وترك سجدة مكشف العورة إن فارقوه وكائن انحرف ظن الرعاف وكلام من رعف وترك قبره ثلاث فائت وذكر ما قل من الفوائت مقهقر غلب فيها أوسها مسافر نوى الإمامة بها وفي الثلاثة الأخيرة لا صح بطلانها الكل وقف ما رجح. أو مثلا الذين يتكلموا على تقريبا إن قام مثلا إمام ما هو حكم مثلا من مثلا من زحم ما هو حكم من زحم أو نعس ونحوه عن ركوع أو سجود؟ يا سهل ماموم قال لك مثلا إذا اللي سهل ماموم والله نعس نعاس خفيف ما ينقض الوضوء والله زحم على الركوع وهو في غير الأولى إلا اللي طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه وإن سهى عن السجود أو زحم أو نعس ونحوه حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد بأن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع والسجود. ما هو الحكم إذا قام الإمام لزائدة؟ قال قيل وإن قام الإمام لخامسة صوابه زائدة. مثلا إذا قام الإمام لزائدة كيف خامسة مثلا في الرباعية ولا رابعة ثلاثية ولا ثالثة ثنائية فمامومه على خمسة أقسام: واحد متيقن انتفاء الموجب انتفاء مثلا تلك الركعة، اثنين متيقن موجبها لظنه مثلا بطلان الصلاة إحدى الأربعين بوجه من وجوه البطلان، الثالثة ظان الموجب، الرابع ظان عدمه، خامسا شاكا في الموجب. فمتيقن انتفاء الموجب بالاعتقاد الجازم بكمال صلاته وصلاة إمامه يجلس وجوبا ويسبح فإن لم يفقه كلمه بعضهم، وأمام من تيقن ثبوت الموجب وظنه وتوهمه شك فيه فإنه يجب عليه في هذه الأحوال الأربعة أن يتبعه في قيامه وجوبا، فإن خالف من أمر بالجلوس أو تبعه عمدا أو جلس مثلا من أمر بالقيام عمدا بطل الصلاة كل إن لم يتيقن أن ما فعلوه من المخالفة موافق لما في نفس الأمر. وأما إن تبين لمن حكمه القيام وجلس موافقة فعله لما في نفس الأمر بأن تيقن له وللإمام عدم موجب وزيادة تلك الركعة فقال الحطاب: والظاهر صحة صلاته ولا تضره المخالفة. وأما من حكمه الجلوس فقام عمدا ثم تبين أن الإمام قام لموجب فإنه صلاته تصح عند ابن المواسي واختار اللخمي والبطلان. وأما من حكمه الجلوس لتيقنه مثلا انتفاء الموجب فقام سهوا لا تبطل صلاته ولكنه يعيد الركعة إذا تبين له خطأ يقينه مثلا ولا تجزئه ركعة السهو على أصل المشهور. وكذا لا تبطل صلاة من حكمه القيام فجلس سهوا لكن ياتي الجالس سهوا عما أمر به من اتباع الإمام بركعة استمر على اعتقاده ذلك. تنبيهان: إذا فات محل تدارك الركن بعقد الركوع أو بالسلام
أتى بركعة مكان الفاسدة فإنه ركعاته تتحول هذا قيام الركعتين قالوا فإنه ركعاته تتحول وتصير ثانيته أولى وثالثته ثانية ورابعته ثالثة وهكذا وعليه السجود البعدي في زيادة الركعة فإن اجتمع نقص وزيادة فالقبري إكسايسة القبلي والتحول المذكور إنما هو بالنسبة للإمام والفذي وأما المأموم إذا فاته ركوع أو سجود بنعاس أو غفلة أو زحام أو زحام ونحو ذلك وفاته تداركه فإنه ركعته لا تتحول بل يأتي في قضاء الفاسدة بركعة على هيئة الفاسدة من كونها بالسورة وبغيرها. تنبيه الثاني اعلم أن تدارك الركن مخصوص بغير النية وتكبيرة الإحرام أما هما فلا يتداركان لأنهما إذا سقطا وحدهما لم يحصل الدخول في الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله. انتهت هذه الحلقة من قراءة كتاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم.